لسه مكملين كلامنا عن براءه الاختراع اللي حصل عليها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، واللي هو عباره عن يعني نوع من انواع الاغشيه بيتم من خلاله ترشيح فائق من ماده مستخلصه من مخلفات النخيل. معانا على التليفون الدكتوره اماني السقيلي، استاذ دكتور بمعهد علوم البحار. صباح الخير عليك يا دكتوره. صباح الخير، اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي، مبروك عليكي الاختراع. كلمينا عن رحله تنفيذ المشروع من بدايه تنفيذه ولغايه الحصول على براءه الاختراع. ايوه حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بشكر حضرتك وبشكر الدكتور عادل، ويعني لكم جزيل الشكر. يعني والله احنا بدانا في الموضوع ده تقريبا من 2011 او 2007 كمان، على اساس ان احنا كان معانا طبعا احنا فريق كنا من بقياده الاستاذ الدكتور احمد النمر اللي هو رئيس مركز التميز العلمي. طبعا هو كان بتاع كيمياء عضويه استاذ دكتور، وهو في معمل التلوث، وكان معانا الدكتوره صفاء، هي انضمت الينا في 2013. احنا في البدايه كنا بنجيب كل المخلفات الزراعيه ونقول ان احنا مش معقوله نسيب كده كل المخلفات يعني، ونشوف المخلفات اللي هي بتبقى غنيه بالسليلوز وبنستخرج كنا ماده السليلوز. فاستخرجنا تقريبا من 2007 ل 2011 تقريبا معظم السليلوز اللي موجود، سواء في القطن، في الخشب، في حتى في اللي هو الويست بتاع المخلفات الزراعيه. تقريبا معظم الحاجات اللي فيها نسب سليلوز عاليه كنا بنشوف النسب العاليه ونستخرج منه السليلوز. بدايه بقى التطبيق العملي فعليا ان احنا نحوله لماده بقى تنفع تتعمل منها الاغشيه كانت في 2013، لما ابتدينا ناخد السليلوز اللي احنا فصلناه ونحوله لاسيتات السليلوز. اسيتات السليلوز دي هي اللي بيتصنع منها الاغشيه على مستوى العالم، يعني بيستخدموها في الار او، بيستخدموها في وحدات الغسيل الكلوي، وطبعا حتى في الدياليسيز اللي هو اللي هو بنستخدمه في تنقية مثلا البروتينات او المركبات الكبيرة في المعامل، محطات تحلية المية كمان. بالظبط كده. اي فدي طبعا كلها يعني بقينا نستخدمها، فده طبعا اللي هو سيلولوز اسيتيد. طبعا السيلولوز اسيتيد او اسيتات السيلولوز دي ما بتبقاش كلها بصوره واحده، يعني ممكن تلاقي منها مركبات احاديه، ثنائيه، ثلاثيه. الطرق الزمان اللي كانت مستخدمه كانت بتطلعها بصوره ثلاثيه لما كنا بنستخدم معاها حمض الكبريتيك، لكن احنا كنا بنستخدم نوع تاني من اللي هو العوامل المساعدة. وتقريبا احنا استخدمنا عوامل مساعدة جديدة. طبعا كان برضو الصراحة يعني الفضل للدكتور احمد في النقطة دي، لان هو كان عنده باك جراوند كويس في الكيمياء العضوية، فكان قال لنا على استخدامات كتيرة اللي هي خلينا طيب يا دكتورة نبسط الموضوع عشان المشاهد وعلشان الناس تفهم قيمته. احنا عندنا مخلفات النخيل هنقدر ناخد منها مادة بغض النظر هي ايه، حتى ترشح او حتى تنقي محطات الميه، هتنقي وحدات الغسيل الكلوي، هتقدر تعمل طفره في التنقيه، مجال التنقيه. طيب طبقا لقرار رئيس السيسي بتاع حوافز الابتكار، هل تم انشاء شركه لاداره هذا الامر؟ والله هو لغايه دلوقتي ما فيش، لان احنا اصلا لسه حاصلين على البراءه دي كنا تقريبا في اخر شهر 12 2023. ولما جه بقى الدكتور عادل هو اللي حاول يحرك الموضوع وقال ان احنا لازم نحول اللي هو الحاجه العلميه دي لشركه يعني، فلسه طبعا احنا ما عملناش. بس حصلتم على براءه الاختراع وتم توثيق هذا الامر رسميا؟ الحمد لله، يعني احنا خدناها تقريبا 25/12/2023. اجراءات الحصول على براءات الاختراع اتيسرت يا دكتوره مؤخرا كتير، يعني كانت بتقعد فترات طويله وكانت بتمر باختبارات كتيره وورقيات هي اللي كانت بتؤدي لعدم تسجيل كتير من براءات الاختراع. فعلا الموضوع اختلف المره دي ازاي في الحصول على براءه الاختراع دي؟ ولاي هو برضو اخذت وقت طويل. احنا مقدمين البراءه من 2019 اللي هو الاوراق يعني الرسميه مقدمينها 2019، حصلنا على البراءه 2023. وطبعا ده على اعتقد ان هو نظام طبيعي، لان هو في الاول لما انت بتقولي له انا عاوزه اخد براءه اختراع هو مش هيصدقك، يعني هو لازم الاول هيدور لازم يدور ويبحث هل فعلا ده حاجه جديده ولا مش حاجه جديده. فهم بيقعدوا حوالي سنه يشوفوا هل في حي بحث اتنشر في النقطه دي، هل في حد تاني تقدم بنفس النوعيه دي من الشغل، يعني بيبحثوا في الحقيقه هم بيبذلوا جهد يعني.
ففعلا هو لازم بياخد وقت. وبعد كده بقى بتدخل في اوقات طويله جدا، يعني احنا تقريبا رحنا القاهره وجينا، وطبعا بمساعده اللي هم مكاتب براءه الاختراع اللي موجوده في الجمهوريه ساعدونا كتير. يعني جامعه اسكندريه احنا ما كانش عندنا في المعهد مكتب براءات اختراع، فاحنا رحنا لجامعه اسكندريه. في الحقيقه هم ساعدونا كتير على الاقل في السفر، كانوا بياخدوا مننا الاوراق، والاوراق تقريبا كانت بتروح وتيجي كل 3 شهور، يقول لك لا مطلوب حاجه زياده، مطلوب تغيري الديزاين، مطلوب تحطي صوره جديده. مفهوم. اتفضل. طيب دكتوره، يعني بما ان هذا الاختراع مصري، لو الدوله المصريه استفادت منه من مكانك ده في معهد علوم البحار والمصايف، ترشحيه لوزاره الصحه فين؟ ترشحيه لوزارات عامله ازاي؟ ازاي نستفيد بيه في وحدات الغسيل الكلى وفي محطات تحليه الميه؟ في ايه تاني ممكن نستفيد بيه؟ يعني لو 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 لو, لو اتقفل علينا في مصر على هذا الاختراع، نسوقه ازاي للحكومه المصريه؟ هو طبعا الموضوع ده مش بس مقتصر على وزارة الصحة، طبعا ان انا في مجال الصحة بالذات الممبرين او الغشاء اللي انت بتكونه ما بيقدروش يستخدموه بالسهوله زي ما حضرتك عارف، لان طبعا في حاجات كتير، لان ده هيبقى في جسم بني ادم او في مكنه معينه هتنقي دم مريض، فده بيعوز بروسس كتير عبال ما هم يقدروا يستخدموه، ولو اتجاهات اخرى يعني، لان مش شرط ان انا نجح معمليا ان هو ينجح في يعني عايز عدد تاني من الاختبارات. مفهوم. طيب ممكن في محطات تحليه الميه، لكن احنا ممكن نعمله على فكره في المعامل اصلا، معامل الريسيرش ومعامل التحاليل. احنا بنحتاج اللي هو الغشاء ده، لان احنا في حاجات بنعوز ننقيها ما بنعرفش ننقيها، بنشتري السيلوز اسيتيت ده باج اسمها دياليسيس باج او وحدات اللي هي التنقيه، دي غاليه جدا، يعني انا عشان اجيبها في المعمل بجيبها ب 7000 جنيه او 8000 جنيه، بتبقى مثلا حوالي 6 متر، يعني 6 متر اللي انا بجيبهم بدفع عليهم حوالي 7 8 وده كان من قبل في الوقت اللي احنا الدوله رقم واحد في العالم في انتاج التمور، وعندنا اكبر اكبر مزارع في العالم، يعني عندنا وفره جدا من مخلفات اوراق النخيل الزراعيه. بالظبط كده. حرام. صحيح. يا صحيح صحيح. طيب فكرة استخدام الابتكار أو الأبحاث بتاعت حضرتك دي دكتورة في المعامل بدل من استيرادها من الخارج، احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، وعايزين نعرف المردود الاقتصادي كمان بتاعها. هو بصي حضرتك، احنا مثلا لما بنفصل مركبات، بالذات المركبات اللي هي بتبقى بوليمر كبيرة او عديدة الحلقات متواصلة مع بعضها زي الألجينيت مثلا، ده بنعوز نعوز ننظفه قبل ما نديه للناس او ان احنا نستخدمه في المعمل. فده طبعا احنا بنفصله برضو من اللي هو من الالجي، ولان هو مالوش سورس تاني غير اللي هو البراون الجي الطحالب البنيه. فده بتعوز انت تنقيه، انت عشان تنقي كميه قليله مثلا مثلا 1000 مللي سوليوشن محلول عندك، عاوزه تنقيه بتعوزي حوالي 6 متر او 10 متر من اللي هو الدياليسيس باك. دول بتجيبي انت المره الواحده ب 7-8000 جنيه وبتستخدميها مره واحده، واحيانا ما بتنفعش وبتضطري انك تشتري تاني. فطبعا ده في معامل اللي هي الريسيرش بتبقى مكلفه جدا بالنسبه للباحث، لكن انا لو عملته عندي لا مش هيكلف كل ده، انا مجرد ان انا بجيب اللي هو الويست وبطلع منه السليلوز. طبعا دي حاجات بسيطه ما بتستخدمش كيميكالز كتير، وبالذات لما احنا عملنا بالطريقه الجديده ما بقيناش نستخدم فيها كيماويات كتيره، يعني حتى احنا بنسميها فري سولفنت، يعني تقريبا يعني ما بتحطش كميات سولفنت غير قليله جدا، فبالتالي العائد الاقتصادي بتاعها هيبقى عالي. يعني انت ممكن توفر للباحث فرص ان هو ياخد الدياليسيس باك دي باقل تكلفه، بدل ما يروح هو يستنى كمان عبال ما تجيله استيراد 3-4 شهور، ويا جات يا ما جاتش، وبعد ما تيجي وتخلص يضطر يستورد تاني. لا طبعا اكيد. بكل التوفيق ليكي الدكتوره اماني الثقيلي، استاذ دكتور بمعهد علوم البحار، شكرا جزيلا لوجودك معنا على التليفون.